قالت وهي صغيرة يعني ربما في السنة الأولى أو الثانية من بلوغها، يعني قالت ما كانت تعرف ولم تصم يعني في ذلك الوقت، ما تعرفش يعني ربما كانت جاهلة بالحكم الشرعي بأنه يجب عليها الصيام، وهي الآن لا تعرف كم يوم أفطرته ولا كم سنة، ربما سنة أو اثنين أو ثلاثة، فتسأل ماذا تفعل الآن بعد هذه المدة. يعني إن شاء الله يعني باب التوبة وباب الاستدراك مفتوح الحمد لله، يعني وهذه الأخت إن شاء الله ممن الآن يعني يعملون بقول النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم حياتك قبل موتك، يعني الحمد لله أنها ما زالت في الحياة وتستطيع أن تستدرك، ورحمة وباب الرحمة وباب التوبة مفتوح، تستطيع أن تقدر يعني بما تطمئن به نفسها، إذا قدرت مثلا قالت أنا لا أدري ربما سنتين أو ثلاثة فلتجعلها 3 سنوات، وإن كان عندها قدرة على الصوم تقضي هذه الأشهر 3 على بالراحة، يعني ليس ضروري أن تكون 3 أشهر متتابعة حتى ترهق نفسها، كل مرة خاصة في الشتاء يقصر النهار تستطيع مثلا أن تصوم، المهم أن تقضي هذه الأيام بما يغلب على ظنها أنها قد أبرأت ذمتها، إن لم تكن تستطيع لكبر سن أو لمرض مثلا عافانا الله وإياها يعني مزمن مثلا لا تستطيع معه الصوم، فتستطيع أن تخرج فدية يعني طعام مسكين عن كل يوم، وإن أرادت أيضا أن تخرج فدية بسبب تراكم الرمضانات عليها ودخول الرمضان الذي بعده، هذا أيضا أحوط وخير لها إن كان عندها قدرة أن تخرج يعني طعام مسكين عن كل يوم من هذه الرمضانات، لأن فهمنا من سؤالها أن هذه رمضانات قديمة يعني هي يعني أفطرتها ودخل عليها الرمضان الذي بعدها، فعند يعني بعض العلماء ومنهم علماؤنا عليها أيضا أن تطعم عن كل يوم مسكين، فالخلاصة أنها تصوم هذه الأشهر إن قدرت 3 سنوات مثلا بالاحتياط، فتصوم 3 رمضانات على متفرقة بما تستطيع يعني، ولا تشق على نفسها، وأيضا تخرج فدية طعام مسكين عن كل يوم، لأن المعتمد في مذهب مالك أن الجهل في مثل هذه المسائل ليس عذرا، يعني لا يسقط التبعة والاستدراك يعني، فعليها أن تقضي وتفدي يعني، وهذا خير لها وأحوط، والله تعالى أعلم.